كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت، من المواقع المحلية، أسواق عدن مغلقة والأهالي غير قادرين على التنقل بين المديريات. وفي الدي دبليو موقع ألماني، الغموض يخيم على مستقبل اليمن بعد استيلاء الانفصاليين على عدن. وفي الشرق الأوسط، أغنى أسرة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة. مرحبا بكم. تعطل مصالح المواطنين وانقطاع الخدمات العامة هو أبرز ما يمكن أن تشاهده في مختلف أصقاع مدينة عدن بسبب المواجهات العسكرية العنيفة، وهو ما رصده موقع المشاهد، حيث لم يستطع أبناء محافظة عدن خلال الأيام الماضية أن يمروا أو يتنقلوا بين المديريات بيسر وسهولة كما كانوا يفعلون من قبل. وعنوان المشاهد نت، عدن أسواق مقفلة والوضع لم يستقر بعد. فمنذ مساء الأربعاء الماضي تقطعت أوصال المدينة بفعل المواجهات العسكرية العنيفة التي اندلعت بين قوات ألوية الحماية الرئاسية الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. حوصر الناس في منازلهم، هكذا يختصر الأربعيني عزيز الوالي حياة العدنيين خلال أيام المواجهات. ويضيف الوالي للموقع، كثير من مواطني عدن لم يستطيعوا حتى الخروج لشراء حاجياتهم اليومية الأساسية من المحلات والبقالات، خاصة في منطقة كريتر. تابع موقع يمن مونيتور مجريات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وعنونا، الحكومة اليمنية تحمل الإمارات تبعات انقلاب عدن وتطالبها بوقف دعم المجاميع المتمردة، حيث طالبت الحكومة اليمنية دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف دعمها المادي والعسكري لما أسمتهم المجاميع المتمردة على الدولة فورا في محافظة عدن. ونقل حساب وزارة الخارجية اليمنية على تويتر عن نائب الوزير محمد الحضرمي قوله، ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات. وقال إن ذلك يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي الذي دعي من أجله تحالف دعم الشرعية. الكاتب حسن العديني يتحدث في مقاله عن المأساة التي تعيشها اليمن اليوم. وقال العديني في مقال تنشره بلقيس، لقد وقعت الواقعة ولم أزل أسير الصدمة مثل كل اليمنيين وأغلب العرب. هذا الذي حدث في عدن، هذا الزلزال سوف تكون له توابع وارتدادات على الساحة اليمنية وفي محيطها الواسع. في اليمن ستتحالف أو تتنافر الديمغرافية والجغرافيا وتعيد تركيب ممالك الطوائف في ظرام حروب لا تكف، وفي المحيط ستهتز الأرض وترتج وتميد، وقد كانت هذه الصحراء محمولة بأربعة أعمدة راسخة في عمق الحضارة، مصر وسوريا والعراق واليمن، غير أن شيوخ البداوة فتحوا الأبواب للرياح الوافدة من الشمال والغرب، فاستولت أمريكا على العراق ووزعتها بين إيران وإسرائيل، ولم يزالوا يهدون سوريا ويدكون اليمن حتى قصموا ظهرها اليوم. ومن فكت المعاول تضرب مصر الواقعة والعصية، لكن عمودا واحدا لا يقيم الخيمة. للأسف أن جهل الشيوخ حجب عنهم رؤية أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، وهم الواقفون على الرمال لم يقرأوا نبوة السعودي العراقي عبد الرحمن منيف في مدائن الملح. واضح أن الملح آخذ في الذوبان، وإن كان بزحام الغزاوة وليس بالهجران والنزوح كما تنبأ، فالتاريخ يراوغ ويمكر. يذوب الملح في الرمال فتسوق أقدامهم في الوحل حتى يغطي آذانهم ويملأ أفواههم وأنوفهم. هكذا يتسابقون إلى هذا المصير المخزي، تلاحقهم لعنات اليمنيين والسوريين والعرب أجمعين. أما أدواتهم المحليون فلن يفوزوا بغير لعنة التاريخ، فجميعهم سيغرقون في الوحل ويلعق الخزي، ويقولون متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. يومئذ سنغضب من أجل بلدانهم وليس من أجلهم، واثقين أننا سنقوم مثل طائر الفينقي ونحييها معنا، ذلك أننا أبناء حضارات لا تموت. أفادت مصادر محلية بتجدد أعمال النهب والاعتداءات على محلات وبسطات أبناء المحافظات الشمالية وإحراقها في العاصمة المؤقتة عدن بعد سقوطها بأيدي ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ووفقا لموقع مأرب بريس،
عمليات سلب ونهب واعتداءات وإحراق تطال محلات أبناء المحافظات الشمالية في عدن. وقالت المصادر لمأرب بريس إن عناصر تابعة للحزام الأمني في منطقة البريقة قامت بإحراق بساطات ومحلات بيع الخضار والفواكه المملوكة لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في سوق بانافع. وأشارت المصادر إلى أن عمليات سطو ونهب طالت عدداً من المحلات التجارية في مناطق عدة في عدن، كما تم إحراق مطعم شعبي في صيرة. وأكدت المصادر استنكار الأهالي لتصرفات أفراد العصابات وما يلحقه من أذى بممتلكات ما يلحقه من أذى بممتلكات الآخرين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بما يدور من مواجهات مسلحة في عدن. تواصل ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تنفيذ حملات اعتقال للمدنيين حيث يعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تختطف قياديا إصلاحيا وعددا من المعلمين في منطقة وصاب العالي بذمار. وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي اختطفت رئيس فرع حزب الإصلاح في وصاب عبد هلال ومدير مدرسة النور بني شعيب محمد محسن. وفقا للمصادر ذاتها فإن عملية الاعتقال تمت بعد قيام الميليشيا بالاعتداء على المعتقلين بالضرب بأعقاب البنادق واقتيادهم إلى سجن الأمن السياسي بتهمة استلام رواتبهم من الحكومة الشرعية. لن تصادر الهزيمة أحلامنا، تحت هذا العنوان كتب محمد دبوان المياحي مقاله الذي تنشره بلقيس. لن تصادر الهزيمة أحلامنا ولن نذعن لمهزلة التاريخ بسهولة، سيدور الزمان دورته ولن تكون الأرض إلا لأبنائها. لا تهتموا بما سيكون في الغد، هذا زمن الأنذال وهم من يقرر ماذا يكون. دعهم يأخذون دورتهم ككل المهازل الناشئة على حواف التاريخ، فالزمن لن يتوقف هنا، وهذه ليست الدقائق الأخيرة لحياة الكوكب. يكفي أن تتمسكوا بحلمكم الأول، تمسكوا به وبما يجب أن يكون، تمسكوا بالحلم وبالدولة والقانون شمالا وجنوبا، فهذا هو جوهر قضيتنا وحلمنا، ولسوف نتشبث به حتى نغرق معا أو ننجو من لعنة الهاوية. على الناس أن يواجهوا مصائرهم المريرة بثبات غير متفاجئين بالسيء إذا حل، فالطبيعة لم تخلق مكانا يتسم بهذا الثبات. ومثل الطبيعة فإن التاريخ لم يذكر أن قضية عادلة اتسمت بنجاح سلس لمجرد أنها عادلة. منذ زمن قرأت ما يشبه هذا الكلام لفيلسوف روماني أظنه بوتون، فوجدت فيه عزائي من هزائم الآمال. ومنذ ذلك الحين لم تعد الخيبات تفاجئني مهما كانت طاعنة للحلم وخانقة للروح. نعم، فضلنا التشبث بالأمل الخادع على الرغم من أن رائحة الهزيمة كانت حاضرة بما فيه الكفاية. لم نتمسك بالأمل لكوننا واثقين من تحققه، بل لإيماننا بعدالة الحلم الواقف خلفه، وكفرنا بمسخرة الطرف المناهض لأحلام الناس بدولة، كما لم يكن ثمة وعد لنا بالنجاح، وإنما فقط احتمال النجاح بالتساوي مع احتمال الإخفاق. لم نخفق لكوننا أشرارا ولم ينتصروا لكونهم أخيارا، أخفقنا لأننا مكشوفين وبلا قيادة تنتصر لأحلام الناس بدولة وتمنع اختطاف قضيتهم بهذا الشكل الفاضح، وانتصروا ككل العصابات المتاجرة بقضايا شعوبها والمستعدة للتحالف مع الشيطان للوصول لهدفها. نصر بلا مجد ونجاح مفتوح على الهاوية. الموقع الألماني دي دبليو علق على الأحداث الجارية في عدن وقال: الغموض يخيم على مستقبل اليمن بعد استيلاء الانفصاليين على عدن. وقال الموقع: يضعف تحرك الانفصاليين ضد هادي قبضة التحالف في أي مفاوضات مع الحوثيين لتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الحرب. وقال فارع المسلمي من مؤسسة شاتام هاوس البحثية في لندن لرويترز: هذا نبأ سار للحوثيين ونبأ سيء للسعوديين، ينهي انفراد الحوثيين بالانقلاب على هادي. وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الأربعاء بين الانفصاليين وقوات الحكومة بعد أن اتهم الانفصاليون حزبا إسلاميا حليفا للرئيس هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعتذر إليه بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية مؤخرا، وأعرب عن رغبته في لقائه لاستئناف المفاوضات النووية.
وعنونت صحيفة الحياة اللندنية: ترامب كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ ويريد لقائي. قال الرئيس الأمريكي في رسالة بعثها كيم جونغ أون، شرح بلطف بالغ أنه يريد أن نلتقي لبدء المفاوضات فور انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأضاف: كانت رسالة طويلة تضمنت في معظمها شكاوى من المناورات العسكرية الباهظة والسخيفة، كما قدم اعتذارات صغيرة عن إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى، وقال إن هذه التجارب الصاروخية ستتوقف عندما تنتهي التدريبات العسكرية. أتطلع للقاء كيم في مستقبل قريب. الإنترنت يجعلنا أغبياء، وإليكم السبب. تحت هذا العنوان نشرت مجلة نقطة العلمية افتتاحيتها عما يفعل الإنترنت بأدمغتنا. في كتاب سطحية ما يفعله الإنترنت بأدمغتنا، أشار نيكولاس كار إلى أن التكنولوجيا تحث الاضمحلال الفكري لأدمغتنا. وعلى الرغم من أن هذه الادعاءات قد تكون استفزازية، ولكنها نتائج مدعومة من أدلة وافرة في علم الأعصاب. في إحدى الدراسات التي تم إجراؤها من قبل جامعة كاليفورنيا في عام 2008، تم فحص أدمغة 24 شخصا أثناء إجرائهم لعمليات بحث على جوجل. ومن خلال ذلك وجد الباحثون أن أولئك الذين يمتلكون خبرة أكبر في التعامل مع جوجل كان لديهم نشاط أكبر في أجزاء أكبر من الدماغ، وخاصة قشرة الفص الجبهي، وهي الجزء الدماغي المسؤول عن الوعي والذي يستخدم لاتخاذ القرارات. وقد يعتقد معظمنا بأن هذا أمر مفيد، فالخبر السار هو أن تصفح الإنترنت يجعل كثيرا من وظائف الدماغ تعمل معا، وهذا قد يساعد على المحافظة على عقول كبار السن في حالة جيدة. ولكن هناك جانب سلبي، فعندما تقابل نص ارتباط تشعبي يسأل عقلك السؤال التالي: هل يجب أن ننقر هذا أم لا؟ ولأنك تتعرض باستمرار لاتخاذ مثل هذه القرارات، فأنت تضيع في النص، وبالتالي نادرا ما تتحول المعلومات إلى معرفة عميقة، أو كما يقول كار، إعادة توجيه عقولنا من قراءة الكلمات لإصدار الأحكام. قد يكون أمرا غير محسوس، حيث تقوم أدمغتنا بذلك بسرعة، ولكنه قد يعيق عملية الفهم والاحتفاظ، وخاصة عندما تتكرر مثل هذه العملية كثيرا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الإنترنت يؤدي إلى إعادة ربط أجزاء أدمغتنا ببعضها بطريقة جديدة. فكجزء من دراسة جامعة كاليفورنيا، طلب الباحثون من أشخاص لا يمتلكون خبرة كبيرة في استخدام البحث على جوجل بأن يستخدموا الإنترنت لمدة ساعة واحدة يوميا. وبعد مضي 5 أيام تم إعادة فص أدمغتهم، وكما هو متوقع وجد الباحثون تصاعدا في نشاط قشرة الفص الجبهي لديهم. في الأخبار المنوعة التي نطالعها من صحافة اليوم، جاء في صحيفة الشرق الأوسط: أغنى أسرة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة. حيث وصفت وكالة أنباء بلومبورغ الأمريكية أسرة والتون الأمريكية صاحبة سلسلة متاجر وولمارت الشهيرة بأنها أغنى أسرة في العالم، حيث تضخ ثروتها أرباحا تصل إلى 70,000 دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة. وأوضحت بلومبورغ أن ثروة تلك الأسرة ارتفعت من 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018. وأشارت إلى أن عائلات أمريكية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة مارس صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثرواتها لتصل إلى 127 مليار دولار. كما أضافت عائلة كوك 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار. في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، والتي وثقت عددا من الأحداث في مناطق مختلفة حول العالم، نتابع.
ولفن الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً. وفقاً لواحد من تعريفات هذا الفن المتعددة، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في حلقة اليوم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.